السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام، والنهاردة يا جماعة هنتكلم عن الأحلام والرؤى التي تبشر بالزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. يا جماعة حابب في البداية دايما أركز أنا على الحتة دي، إحنا ما بنقولش قرآن يا جماعة، ده مش قرآن وسنة، لأن بلاقي كتير من الناس سواء مثلا تحت فيديوهات التي تدل على الرزق، أو الفيديوهات التي تدل على تفريج الهموم، أو حتى الفيديوهات اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي اللي هي تدل على الزواج، بلاقي اللي يكتب في التعليق أنا شفت الحاجات دي كلها بس أنا لسه ما اتجوزتش. طب ونعمل إيه يعني؟ أجي أجوزك أنا؟ الحاجات دي احنا بنستبشر بها، والحاجات دي بالاستقراء وجدنا إن هي بالفعل بتتحقق بنسبة كبيرة جدا لكتير من الناس. فكون إن في حد ما بتحصلوش الحاجات دي، يا أخي استبشر في البداية، فقد تتأخر عنك. ممكن تشوف أكتر من علامة من العلامات دي ولسه ما حصلش الجواز. طب إيه المشكلة؟ اصبر، ينبغي أن يكون عندك يقين أن الله تبارك وتعالى حينما أراد أن يبشرك فالخير قادم، الخير قادم، إمتى الله أعلم، محدش يعرف. بعدين في حاجة تانية برضو تخلوا بالكم منها، ان انت ممكن تبشر بخير قادم ليك وانت تكون سبب بافعالك ان الخير ده ما يوصلكش. الحاجات دي الناس دي مش واخده بالها منها، الحاجات دي الناس مش واخده بالها منها. اما الخير ممكن يتأخر، لان لا يعلم قدوم الخير الا الله. والحاجة التانية ان انت ممكن تكون سبب في ان الخير ده ما يجيلكش. فالنهارده هنتكلم عن بعض العلامات التي تدل على الزواج. اول علامه معانا وهي اهداء العطر للشاب. الشاب الاعزب لما يشوف ان في حد بيهدي عطر في المنام، هذه الرؤيه تدل له على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. اثنين، رؤيه القمر في السماء ولونه ذهبي. اذا هو القمر بيبقى لونه ذهبي؟ لا، انما في المنام انت شفت كده. رؤيه القمر في المنام ولونه اللون الذهبي، هذه الرؤية تدل أيضا على الزواج. ثلاثة، رؤية أتوبيس الركاب. الشاب لو شاف أتوبيس الركاب هذه الرؤية تدل على الزواج، مع أن هذه الرؤية من ضمن معانيها تدل على الرزق أيضا. يعني برضو خلي بالكم من الحتة إن إحنا مثلا لما نيجي نقول أتوبيس الركاب ما نقدرش نلزق كده معلومة عليه على ظهره الرؤية دي تدل على الزواج، بدلش على حاجة تانية. لا، الشيء لما بنيجي نذكره أحيانا، يعني سبحان الله لما بنيجي نذكره بصفة عامة، لا بتتفتح حاجات كتيرة جدا. ممكن يكون عند شخص زواج، وممكن يكون عند شخص رزق، ممكن يكون عند إنسان فقل حسن، وممكن يكون عند إنسان العكس فقل سيء. فمن ضمن معاني، لأن أنت أحيانا من الممكن أنك تلاقي كلمة أتوبيس الركاب مثلا في فيديو الرزق، صحيح ده صحيح ان في بعض الناس اتوبيس الركاب قد يكون لها رزق وبعض الناس يكون لها زواج. ده بنعرفه ازاي؟ بمجموع الرؤى او بالرؤية من اولها لاخرها للشخص اللي بيكلمنا وبيقولنا فسر لي رؤيتي، وبنشوف سياق الرؤية بنحكم على ان الرؤية دي للشخص ده زواج، وبنحكم على الرؤية دي للشخص ده رزق. فلما تلاقي معلومة موضوعة في اكثر من موضع، اعرف ان الشيء ده له اكثر من معنى. فبقول ان رؤية اتوبيس الركاب هذه الرؤية تدل على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب، خمسة، طلوع الصبح للبنت العزباء. شروق الشمس كده في اول النهار، هذه الرؤية للبنت العزباء رزق، للرجل للبنت العزباء عفوا زواج، للرجل رزق. فمن الممكن انها تكون رؤية واحدة لكن لكل شخص له معنى. فطلوع الصبح بالنسبة للبنت العزباء هذه الرؤية تدل على الزواج ان شاء الله. ستة، رؤية السوق بالنسبة للشاب. كل ان الشاب يرى في المنام السوق، هذه الرؤية تدل له على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. سبعة، رؤية الشاب
وهو ينام على سرير في المستشفى. لما الشاب يشوف في المنام انه نايم على سرير في المستشفى، هذه الرؤية تدل له على الزواج، مع انه ممكن يتخض. يعني هو لما يشوف انه نايم على سرير في المستشفى، الطبيعي اللي هيجي في ذهنه انه يمرض. لا، الرؤية ما لهاش دعوة خالص بالمرض، وانما الرؤية تدل على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب، 8، رؤية اللحم الأحمر عموما يدل للعزاب، سواء إذا كان شاب أو سواء إذا كانت فتاة، فهذه الرؤية تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. 29، رؤية السمنة بالنسبة للبنت العزباء. هذه الرؤية حينما ترى في المنام السمنة اللي هي بتوضع في الطعام والطبيخ والكلام ده، وكلكم عارفين الكلام ده، فرؤية السمنة بالنسبة للبنت العزباء في المنام تدل لها على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، 10، رؤية دي ممكن تكون عجيبة شوية وبعض الناس ممكن تتخض منها، وهي رؤية التبول في الفراش بالنسبة للشاب. التبول في إيه؟ في الفراش. النهاردة الشاب الأعزب لما يجي يشوف في المنام إنه تبول، أول حاجة بيتخض، إيه ده؟ أنا أعمل كده إزاي؟ لا مش عارف إيه، لا يبدو إن في مرض، أنا كده هعيا، يبقى عندي سلس بول، لا كده يبقى في ضعف في المثانة. يا ابني الكلام ده ملوش دعوة بالأحلام. رؤية التبول في الفراش للشاب الأعزب تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. 11، رؤية البنطلون الجديد للبنت العزباء. هذه الرؤية تدل لها على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. 12، رؤية المفتاح الذهبي للبنت العزباء. البنت العزباء لما تشوف المفتاح، سواء إذا كان لونه ذهبي أو سواء مصنوع من الذهب، المهم شافت في المنام المفتاح الذهبي، فهذه الرؤية تدل لها على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. 13، رؤية الحلزون في الماء. إيه الحلزون ده؟ حيوان بيعيش في قوقعة وبيطلع ويدخل فيها، ده اسمه الحلزون. فرؤية الحلزون أنت شايفه في المنام، هذه الرؤية تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، 14، رؤية قمرين في السماء. الشاب الأعزب أو البنت العزباء لما تيجي تشوف في السماء قمرين اتنين، الأصل إن السماء ما فيهاش غير قمر واحد، لكن أنا شفت قمرين اتنين، سواء إذا كان شاب أعزب أو بنت عزباء، هذه الرؤية تدل على الزواج إن شاء الله. 15، رؤية البنت العزباء وهي تعطر شعرها، ماسكة إزازة البرفان وعمالة تعطر في شعرها. لما تشوف الرؤية دي في المنام، تعرف إن الرؤية دي بتدل لها على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، 16، رؤية التبول على الأرض للمرأة المطلقة. المرأة المطلقة اللي طلقها زوجها، وبعد الطلاق بفترة شافت إن هي جلست على الأرض تتبول تقضي حاجتها. رؤية التبول على الأرض للمرأة المطلقة، هذه الرؤية تدل لها على الزواج إن شاء الله. 17، رؤية الفكهاني في المنام. ومش كده وبس، تذوق الفاكهة كمان في محل الفاكهة. الرؤية دي لمين؟ للبنت العزباء. بنت العزباء لما تشوف محل الفاكهة والفكهاني واقف قدامها وشافت الفاكهة وتذوقت بعض الفاكهة، الرؤية دي تدل عليه، تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. 18، والرؤية دي خاصة بالمرأة المطلقة والأرملة. طبعا عمين نذكر كتير المرأة المطلقة والمرأة الأرملة، عشان بعض الناس في التعليقات يقول لي انت مش مركز مع المرأة المطلقة والأرملة ليه؟ لا، احنا خلاص بدأنا ننتبه وبنقول ان المرأة المطلقة والمرأة الأرملة
لو شافت في المنام الدورة الشهرية أو العادة الشهرية جاءتها في المنام، تعرف إن الست دي هتتزوج، سواء إذا كانت أرملة سواء إذا كانت مطلقة. يبقى رؤية الدورة الشهرية للمطلقة والأرملة تدل على الزواج. 19 ودي العلامة قبل الأخيرة، رؤية شاحنة النقل الحمراء. سيارات فيها ملاكي، عربية سيارة ملاكي، في سيارات نقل بتنقل بضائع، وفي شاحنة كبيرة. رؤية الشاحنة الكبيرة لكن بشرط إن يكون لونها أحمر، هذه الرؤية تدل على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. 20 ودي الأخيرة، رؤية البنت العزباء للمكتب ورأت أن هناك شاب يجلس على المكتب، لو تعرفه زواج منه، لو لم تكن تعرفه زواج عموما. سيأتيها الزواج في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. دول كانوا 20 علامة في رؤية الرؤى التي تدل على المنام. من رأى منهم أي رؤية أو أي شخص يرى هذه الرؤى تدل له على الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.